نشرة أخبار 11 من الجزائرية الثالثة، أهلا بكم. بداية تحيي الجزائر واليوم ذكرى اليوم الوطني للطالب. محطة تاريخية فاصلة، روادها طلبة شباب أثروا عزة الجزائر وحريتها فاستبدلوا الأقلام بالبنادق والشهادة بشهادات. 63 عاما تنقضي والطالب اليوم بالإصرار نفسه لبناء الوطن. ورقة في الموضوع لوسيلة بشر. 63 عاما تمر على ذكرى انتفاضة الطلبة وتأييدهم لثورة التحرير دون تردد. انضمام الطلبة إلى الحركة الوطنية والتحاق بعضهم بصفوف جيش التحرير دعمه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي تأسس سنتين بعد اندلاع الثورة المباركة. كلنا يتذكر عبد الرحمن طالب، عيسى مسعودي، بن بعطوش، بن زرجب وأسماء أخرى رسمت بحروف من ذهب مسار الطالب الجامعي آنذاك. ثورة التحرير عقبتها ثورات أخرى في السنوات الأولى من الاستقلال، حيث لم يتجاوز عدد الطلبة 1000 طالب. قيادة البلاد آنذاك أعطت أولوية قصوى لدور الطلبة في المسار التنموي. الخلف حمل المشعل كعادته وواكب كل مراحل التطورات والتحولات التي عرفها المجتمع على مدار السنوات. نحن هنا بالبريد المركزي بالعاصمة. الشعرة نفسها التي تحملها المسيرات الشعبية والمطالب أيضا. احنا كطلبة رانا حابين كما أشروا حب الشعب كاع، اللي هما بناء دولة قانون، دولة العدل، جمهورية نوفمبرية. نطالبوا احنا باستقلالية القضاء، نطالبوا باش تكون الناس اللي راح يشدوا البلاد نكونوا الناس واثقين منهم ويمثلونا احسن تمثيل. قفز عدد الجامعات منذ الاستقلال الى اكثر من 100 جامعة، كما بلغ عدد الطلبة حوالي 2 مليون طالب. هذا الكم الهائل من العنصر البشري اعطى زخما مهما للجامعة ودورا لا يستهان به في تقرير مصير البلاد والمشاركة في توجيه الخيارات الكبرى للحكومة. أول مطلب هو أخذ الطالب بعين الاعتبار ويكون مشارك في الحياة السياسية تاع البلاد، هذه أول مطلب. وثاني مطلب مدى بنا التغيير يكون. الحراك الذي حرر فئات كبيرة من المجتمع حرر بدوره الجامعة التي تتبوأ للعب دورها الريادي بامتياز. ولأن يوم الطالب محطة خالدة في ذاكرة الجزائر التاريخية، نشاطات وتظاهرات عديدة تشهدها مختلف ولايات الوطن باستذكار ملاحم من صنعوا مجد الثورة. وهذه هي الصور من ولايتي ورقلة وكذا ولاية بشر. وأن يكونوا خير خلق والاستقرار. وتزامنا وذكرى اليوم الوطني للطالب دائما، وفي سهرة علمية طلابية بامتياز أزيل الستار سهرة أمس على فعاليات الطبعة الرابعة لمسابقة بين الثانويات بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن ربحي ووزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد وضباط سامون، حيث توجت ثانوية الرياضيات بالقبة باللقب فيما عادت المرتبة الثانية لثانويات خنشلة، فيما حازت مدارس أشبال الأمة بسطيف على المرتبة الثالثة. وعن التلفزيون فتيحة بالعالية. على وقع هذه الأنغام التي قدمها الكورال البوليفوني للجزائر عزيز حموني، استهل حفل التكريم ختاما لبرنامج مسابقة بين الثانويات في طبعتها الرابعة للقناة الأولى للإذاعة الوطنية. الطبعة التي فازت فيها بالمرتبة الأولى مدرسة الرياضيات بالقبة عرفت مشاركة نوعية وشكلت فرصة هامة للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا لمضاعفة الجهد ورفع الطموح للفوز بهذا الرهان الهام من حياة كل مترشح. أسئلة في المستوى كما قلت، وهي أسئلة يعني شبيهة بالأسئلة التي ترد في شهادة البكالوريا، وهي كلها في إطار التحضير لهذه الشهادة.
كان في أفكار جديدة تنمي القدرات العقلية وتنمي الذكاء فيها تفكير من أجل هذه الأسئلة كانت من أجل البروز في إطار ثقافي رائع. كان أنواع في الخط، أنا من بين الأنواع تاع الخط كتبت الخط البسيط المربع، عنده الحسابات، الدقة في الحسابات في الأطوال. المشرفون على المنافسة التي أصبحت تقليدا سنويا أكدوا مساهمتهم كل في قطاعه لإنجاح هذه المبادرة التي تساهم بقسط كبير للم شمل الطلبة الجزائريين من كل ربوع الوطن ووضع لمسة ثقافية مميزة للتحصيل الفكري والتعليم التربوي في بلادنا. لقد اندمج قطاع الاتصال منذ البدء في مرافقة هذا الخيار من خلال تسخير وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لربط الطالب بواقعه والتأثير الإيجابي على توجهاته المعرفية والتعليمية وتشجيعه على تبني القيم الإنسانية المثلى كالعيش معا بسلام. يخلق منافسة وطنية بين أبناء المستويات المتشابهة، وكذلك يخلق ديناميكية ويخلق تنافس نزيه وشريف والتحام واختلاط بين أبنائنا وبناتنا لأجل المصلحة السامية وهي تحصيل العلم. والختام بصورة تذكارية للأسرة التربوية المشاركة على هذه الأنغام. شهدت ولاية ورقلة مسيرة مساندة للجيش الوطني الشعبي، حيث رفعت لافتات وشعارات تدعو إلى ضرورة التفاف الشعب حول جيشه بعيدا عن كل مظاهر التفرقة التي تمس بوحدة الوطن، ومطالبة بمواصلة دعم الجيش لمطالب الشعب المشروعة ومرافقته في عملية الانتقال السلمي وفق المقتضيات الدستورية. في موضوع آخر وفي قطاع تكنولوجية الاتصال، مشروع ربط المناطق الحدودية بشبكة الألياف البصرية لتغطية شاملة بشبكة الإنترنت وكذا الجيل الرابع متواصلة بولاية ليزي رغم التضاريس الوعرة. يقول إبراهيم بالخير. ولاية إليزي ثالث أكبر ولاية الوطن من حيث المساحة، ما شكل تحديا كبيرا للقائمين على قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال في استكمال حلقة الألياف البصرية إلى غاية كل المناطق الحدودية. تم تدشين موصلة التراسلات بكابل الألياف البصرية على بعد 220 كيلومتر إلى منطقة طارات الحدودية انطلاقا من مدينة إليزي، بالإضافة إلى تنصيب محطة جديدة لإنترنت الجيل الرابع 4G LTE على مستوى منطقة تبكات ببلدية برج الحواس. تم تدشين أيضا وصلة هامة لكابل الألياف البصرية على مستوى منطقة تينالكوم الحدودية هي الأخرى. استخدام التكنولوجيات الحديثة في هذه المناطق هو تحدي تسعى من خلاله اتصالات الجزائر إلى تقديم أحسن الخدمات للزبائن. ما يخص الانترنت ما شاء الله حاجه اللي يصرف في العالم قد تكون واضحه هنا قدامنا هنا في البرج، يشاهد الانترنت في بيته ويتصل DSL في بيته ويتربط مع العالم في بيته، يعني مجهودات كبار، يعني بصمه كبيره من اتصالات الجزائر. لدينا تنصيب لخمس محطات اخرى لانترنت الجيل الرابع، اذكر منها محطه على مستوى منطقه اهرير، هذه المنطقة السياحية والتي وجدنا أن السياح يكونون بحاجة ماسة إلى خدمة الأنترنت. خدمة التدفق العالي للأنترنت عبر الألياف البصرية ساهمت أيضا في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد من خلال جودة الخدمات المقدمة للشركات الوطنية والعالمية المنتشرة عبر إقليم ولاية إليزي. إلى نفحات الشهر الفضيل الآن، حيث تتواصل بالزاوية البلقيدية بوهران الطبعة 14 لملتقى سلسلة دروس المحمدية، تم التطرق أمس لموضوع الأدب والخلق الحسن عند علماء الحديث وكذا التربية الروحية في حياة الصحابة. من وهران سفيان مقني.
الأدب والخلق الحسن عند علماء الحديث كان موضوع الدرس الذي ألقاه الدكتور أحمد عمر هاشم في الزاوية البلقيدية، حيث أبرز فيه خصال علماء الحديث الذين يرجع لهم السبق والفضل في نقل أحاديثه صلى الله عليه وسلم. كانوا يتسمون بالخلق العالي والأدب الرفيع والتواضع الجم، وكان الإمام البخاري معروفا بالحفاظ على هذا الدين وبالشجاعة الأدبية. الدكتور أحمد هاشم دعا في درسه أيضا إلى وجوب احترام رواة الأحاديث النبوية واتباع منهجهم في تحري الحقيقة والموضوعية، حين قال: من كذب علي متعمدا. في أخبارنا الدولية التي نستهلها بالسودان، حيث تستأنف اليوم المحادثات مع قوى المعارضة الرئيسية حسب ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي الذي كان قد أعلن في 16 من الشهر الجاري، أعلن تعليق التفاوض معها لمدة 72 ساعة. هذا ودعا نائب رئيس المجلس الانتقالي إلى ضرورة توحيد الصف الوطني والتوجه نحو الوفاق لحل الأزمة. دعت الحكومة اليمنية أمس الأمم المتحدة إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد، وأشارت تقارير أممية إلى أنه تم رصد 300 ألف حالة كوليرا في اليمن وأكثر من 570 حالة وفاة بالمرض ذاته منذ بداية العام الجاري. دوليا، دائما تشهد المناطق الواقعة وسط الولايات المتحدة الأمريكية أحوالا جوية سيئة تصاحبها عواصف رعدية وأمطار غزيرة. ففي ولاية أوكلاهوما هدمت العشرات من المنازل نتيجة هذه العواصف، المرجح أن تتسع دائرة المناطق التي تهددها لتشمل ولاية تكساس وجنوب ولاية مينيسوتا. والآن الثقافة، نفتح على اختتام فعاليات شهر التراث. وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، قامت أمس وزيرة الثقافة مريم مرداسي بزيارة متحفي البرد والفنون الجميلة بالعاصمة، حيث كان لقاء مع مدراء المتاحف. في هذا شهر التراث كانت هناك مناسبات وكانت هناك نشاطات عديدة عبر التراب الوطني، خاصة اللي هنا شفنا في الجزائر العاصمة، شفنا أيضا في المدن الداخلية عدة نشاطات اللي كانت فيها، شفنا الجانب التحسيسي أيضا للحفاظ على التراث الثقافي واللي يتماشى أيضا مع شعار شهر التراث لعام 2019 اللي هو حماية التراث الثقافي وتأمينه. وفي مشهد ثقافي آخر، استضاف اتحاد الكتاب الجزائريين الأديب الروائي والإعلامي رابح فيلالي الذي قدم روايته العلبة مرفوقة بعملية البيع بالتوقيع. الرواية التي تعد السابعة للكاتب جسد من خلال فصولها الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية للأنظمة العربية في مشاهد تروي حكاية امرأة تبحث عن فرصها في الحياة. نختم بالفن. وفي سهرة من السهرات التي ينظمها ديوان الوطني للثقافة والإعلام بسينما إفريقيا، أحيت أمس الفنانة ليلى بورسلي حفلا فنيا بغناء صوفي محض. ختم النشر، عناويننا الإلكترونية تبقى في خدمتكم. إلى اللقاء بإذن الله.